مفروض انا اديت قبل كده الايرن ومفروض كمان اخدته الكالسيوم. احنا دلوقتي هناخد ما تبقى هيبقى فيه الكبر. يعني ايه مايكرو مينرال وماكرو؟ لو الديلي ريكوايرمنتس الاحتياجات اليوميه اعلى من 100 ملي جرام في اليوم ده ماكرو، اعلى من 100 ملي جرام ده ايه؟ ماكرو. اقل من 100 ده مايكرو. فده الديلي ريكوايرمنتس 2.5 ملي جرام في الدي، يعني ماكرو ولا مايكرو؟ انا طبعا ناسي، انا اقول احنا عندكم مش كبر، انا اقول لكم ايه؟ ماشي اوكي. هبدا اقول الكبر الاول بعد كده الفوسفورس. هقول الكبر الاول وبعد كده الفوسفورس. منتشر موجود نباتات خضراء في النقص في الكبده في الليفر، يعني منتشر في الاكل. الميتابوليزم بتاعه يمشي ازاي؟ يمشي ازاي؟ كده لو دي الجي اي تي بتاعتي ودي الانتستاينال ميكوزا ودي البورتال سيركيليشن اللي موصله الى الليفر قبل ما اوصل للسيستم. لو ده الكفر بتاع الدايت وده ترانسبورت بروتين، ده ترانسبورت بروتين مش بس للكفر، لاي حاجه عليها تو بوزيتيف كالسيوم ايرن. فاذا ده اسميه اسم عام داي فيلنت كاتايون، ما هو ده اسمه تو بوزيتيف يعني داي فيلنت كاتايون. فاسم الكارير العام للكوبر للايرن للكالسيوم داي فيلنت كاتايون كارير بروتين. الكوبر داخل على طريق كارير جوه الانتستاينال ميكوزا، الكوبر عشان يحصل له ريليز للبورتال انذر كارير. بس الكارير ده الريليز كفر للبورتال ده متخصص للكفر لوحده، اسمه ايه؟ المتخصص للكفر على الناحيه الثانيه بتستعمل الجوزه ناحيه البورتال اسمه كفر او متخصص للكفر. ما هو اصله ضايع من اسمه كفر ATPase يعني هيستهلك طاقة. كفر ATPase ترانسبورت بروتين، يبقى البروتين ده اللي حال كفر مسلم جزء للسيركيوليشن. كفر ATPase ترانسبورت بروتين هيستهلك ATP. دي كفر تو ذا ليفر، الكفر وصل لليفر معايا بس مش فري. انا مره قبل كده قلت مع الاير بس طبعا الناس نسيت ان الفري اير وكذلك هيبقى الفري كفر لو تراكم يطلع حاجه وحشه هنشوفها دلوقتي اسمها فري راديكال سام تيشو دامج. فالكفر مش فري، متشال دايما على البروتين. مين بروتين هحمل عليه الكفر؟ اسمه سيريلو بلازمين، وهو من غير نحاس اسمه ايبو سيروبلازمين. النحاس يبقى سيروبلازمين. بس في بروتين تاني ممكن يشيل كفر، الالبومين. بالرغم ان معظم الكفر 90% على السيروبلازمين لكن الريليس بتاعه بطيء للتيشو، معناه الافينيتي عاليه. الافينيتي بين السيروبلازمين والكفر افينيتي عاليه. بالرغم ان 10% على الألب من الكبر 10% الريليس أسهل، أفينيتي أقل. وده أحسن. ليه كده؟ ليه بخلي الريليس بطيء؟ عشان القاعدة في الميتال زي الأيرون والكبر تو أفويد أكيوميليشن أوف فري كبر، تو أفويد فورميشن أوف فري راديكلز. فلما بنقلع البروتين بأفينيتي عالية الريليس منه صعب. طب لما يوصل التيشو هيعمل إيه؟ يبقى أنت بتدور على التخزين والوظائف. لو الكفر وصل للتيشو بخزنه على بروتين اسمه ميتالو ثايونين. ثايو يعني سلفر، يبقى عندي سيستامين ومطلع اس اتش، سيستامين ومطلع اس اتش مع بروتين.
لو اكسرت شلت الشيتين تكافؤ السلفر مش واحد، تكافؤ السلفر كام؟ اتنين. هيبقى شايل مين بقى؟ كابر او زنك او منجنيز او حاجات كتير قوي. ما هو اسمه خاص الكابر ولا اسم عام؟ بس البروتين ده مهم في التيشو، بيمنع الاكيوميليشن اوف فري ميتال، وبالتالي يمنع فورميشن حاجه اسمها فري راديكال. يبقى الكابر نقله على البروتين، مخزنه على البروتين، هوظفه على البروتين. الايرون والكابر ما سيبهمش فري، بيطلعوا فري راديكال. اسال بس سؤال سالته قبل كده، مش معنى الكالسيوم يعني ست ونص وفري فري ايونايزد كالسيوم بلازما كانش فيه مشاكل. الكالسيوم ملوش شكلين، اوكسيدايزد ريديوسد شكل واحد. الايرون له شكلين، فيريك وفيرس، والكابر شكلين، كيوبريك وكيوبرس، بوزيتيف واحده. فالميتال دي بتتحول من شكل لشكل، اوكسيدايز ريديوسد او العكس، بيظهر في النص فري راديكال. فاذا اللي بخاف منهم يبقوا فري كابر وايرون، ما بخافش من الكالسيوم له شكل واحد. طيب يبقى ده بروتين مهم بيمنع الاكيوميليشن اوف فري كابر، بيمنع فورميشن فري راديكال، بس مخزن ميني ميتالز بجانب الكابر. وظائف الكابر، يبقى انت عايز تعرف الانزيمز اللي عايزها كابر فايدتها، يبقى لو في مرض وديفيشنسي هعرف مين هيتاثر. فايده الانزيمز اللي عايزها كابر اعرفهم ليه، لو في ديفيشنسي هعرف مين هيتاثر. نمسك من الاقدم للاخرناه اخيرا للاحدث للقديم قوي يعني. علوم اخر حاجه المفروض امينو اسيد ميتابوليزم. مين انزيم اسمه تايروزينيز؟ ده كان موجود في الميلانوسايتس. بحاول في مالين التايروزين الى ميلانين بيجمنت. تايروزينيز ده اللي كان عايز كفر في الميلانوسايتس، حاولت في مال الانين الى تايروزين، ما كان في قاعده في مال الانين ما يجيش مشتقات الا ما يعدي على تايروزين الاول. تايروزينيز بقى يكمل الى الميلانين. اذا لو ده بيكمل الميلانين وعندي كابر ديفيشنسي، هيبقى الطفل صغير لونج، اشقر اشقر شعره، وايتش، هو نفسه ابيضاني، عشان هيقل تكوين الميلانين ايه؟ بيجمنت. كلام الدكتور ده شغال؟ شغال الصبح. فاذا لو التايروزينيز ميلانوسايتس عايز كبر، معناها نقص كبر، هيقل تكوين الميلانين لونج وايتش. ما انا فاكر زمان بس طبعا نسينا برضه. ابسن تايروزينيز لحاله في الوراثه البيني. ابسن تايروزينيز لحاله البيني. فالعيال الكبر ديفيشنسي يبقى لونج واشقر. مين تاني في الامينو اسيد عايز كبر؟ الحقيقه الديزاين من سنه اولى، مش الكولاجين كان بيدي قوة في سنة أولى للإكسترا سيلولار ماتريكس. الكولاجين عشان يبقى قوي كان تشين مع نفسها ولا ثلاثة تشين في حوالين بعض، وكانوا موصولين ببعض برابط اسمها كروس لينكينج. الإنزيم اللي بيعمل كروس لينكينج اسمه لايزين أوكسيديز. لايزين أوكسيديز ده المسؤول عن كروس لينكينج في الكولاجين، يدي قوة للكولاجين. فلو عندك كابر ديفيشنسي هيبقى عندك ويك كولاجين. طب يعني ويك ايه اعراض؟ مرض قلناها في مرض وراثي. هيبقى عندي ويك بونز، وممكن تشوهات في شكل العظام ديفورمتيز. هيبقى عندك ويك بلود فيزل وول انيوريز، ممكن فرقعه انترنال هيموريدج. ديسلوكيتد ايلينز، الايلينز وقعت مكانها ممسوكه بكولاجين، كولاجين ضعيف يعني صوره ممكن تبان صورتين. يبقى ديسلوكيتد ايلينز، بلود فيزل وول انيوريز، ممكن كمان ديفورمتيز في البونز. مين في الشطر بتاع الليبيد عايز كبر؟ انا كنت في الليبيد بعمل الفاتي اسيد دبل بوند في الدلتا 9 وما قبلها. دبل بوند ابعد دلتا 9 اسمه اكستنشن فاتي اسيد. ما هو الدلتا 9 دي ساتيوريز انزيم. الدلتا 9 دي ساتيوريز بيحتاج كبر. اذا لو عندي كبر ديفيشنسي مش هعمل دبل بوند في الدلتا 9. الفاتي اسيد فيه دبل بوند بالشيمة اثنية ولا ستريت؟ من غير دبل بوند. اظن السيت ده بيزود الكوليسترول ايستر لسه قريب في النيوتريشن، اللي هي الايستر بوند المستخبيه اللي بتفكش بسهوله. الكوليسترول ايستر يعني ما ينزلش مع البايو، يطلع في الدم في ال دي ال، اي دي ال، ال دي ال. يعني لو عندك ضعف كبر ديفيشنسي هيبقى عندك هايبر كوليسترولينيا واثرو سكليروزس، عشان مش عارف تعمل دبل بوند في الفاتي اسيد. يبقى لغايه دلوقتي كبر ديفيشنسي لوني ابيضاني واشقر، ويك كولاجين،
والكوليسترول عالي تلقى نعم الساتوريز ما اشتغلش. ايه تاني لو عندك كبر ديفيشنسي؟ نقول شنطة الكربوهيدرات. في انزيم في نهاية الالكترون ترانسبورت تشين، نهاية الالكترون ترانسبورت تشين كان اخر واحد بيسلم الكترونات للاكسجين يعني بيطلع طاقة، وكان في اتنين كبر ايون وكان اسمه سيتوكروم اوكسيديز. سيتوكروم اوكسيديز ده اخر واحد في سلسلة نقل الالكترونات. لو عندك كبر ديفيشنسي ده هيبقى اكتيفيتي قليلة، معناها انتاج الطاقة قليل في الايروبيك تيشو في الناس مثلا. فإذا لو سيفير كبر ديفيشنسي هتبقى خطر هنا، هتعمل نيورولوجيكال ايه؟ سيندرومز. يبقى ده هيقل او ده ديفيشنت انتاج الطاقة في السي ان اس نيورولوجيكال سيندرومز، هتبقى خطر. مفيش حد تاني عايز كبر؟ يبقى احنا قلنا في الامايو اسيدز تيروزينيز اللي بيصنع الميلانين بيجمنت عايز كبر، هبقى انا في الكبر ديفيشنسي ابيض واشقر. لايزين اوكسيديز اللي بيعمل كولاجين كروس لينكينج هيبقى عايز كبر. لو معاك كبر قليل هيبقى عندي ويك كولاجين في البون بلاد فيزبول الايلينز ديسلوكيتد. جلت انا ساتوريز عايز كبر لو كبر ديفيشن هايبر كوليسترولينيا. واخر واحد ريتم ترانسبورت تشين لو سي في كبر ديفيشنسي تاثر بانتاج الطاقه في البرين نيورولوجيكال سيمتومز. كان في واحد في الايرن ترانسبارنس هناك، الايرن لما كان يابزوربت يعني عندي ميكوزا من البرين بكاريير في الراس، عشان كده الكبد عصرت عليها ليمون عامل ريدكشن فيريك الى فيروس. الفيروس داخل ده في الانتستان الميكوزا، يا اما هتخزن شويه في الانتستان الميكوزا يا حاجتين في الدم، النقل والكرزين فيريك. النقل والكرزين كان ايه؟ فيريك. فكان في انزيم في الانتستان الميكوزا فيرو اوكسيديز يحول لك الفيروس اللي عدى من البرين ومتص جوه الميكوزا الى فيريك، تنقله في الدم يخش جسمك. كان عايز كبر، لو في بقى كبر ديفيشنسي ما اشتغلش الفيرو اوكسيديز، يبقى الفيروس دخل اهو الميكوزا اهو دخل الفيروس لكن ما وصلش للدم، لازم يوصل فيريك. يعني يقل الايرون في جسمك يعني ايرون ديفيشنسي انيميا. لغايه دلوقتي كبر ديفيشنسي هتبقى تقيله، لوني ابيض واشقر، ويك كولاجين، كوليسترول عالي، نيورولوجيكال سيمتومز رئيسي فيه حصل عليكم ترانسبورتشن وايرون ديفيشنسي انيميا. ما احنا دلوقتي المفروض نشوف امراض الكبر، مرضين عكس بعض، واحد كبر ديفيشنسي واحد كبر اوفر لود. نشوف الاول المرض بتاع الكبر ديفيشنسي اسمه ايه وايه سببه. تايروزينيز عايز كبر اهو. هيلون يعني؟ ما تهيأليش. ليه؟ لان احنا خدنا مرض ما كانش كبر ديفيشنسي على طول. فعلا خدنا مرض انترميتنت كبر ديفيشنسي، كانت مؤقته على الولاده وراح. الاقي بوتش ابيضه في شعري ما تروحش بالعمر. فاكرين المرض او مش مرض يعني شكل. فلاج هير ابيرنس عندي سباق المرض ده شعري فاضي. ابيض في اسود في اسود يعني. ما بتروحش البوتش ابيضه. يعني يمكن ده لو فرد كده هيبقى برضه ايه؟ لو فرد طويله هيبقى اشهر وابيض على طول. ميس ديزيز ده كبر ديفيشنسي. طب ايه السبب؟ ممكن يكون ما تقولش البروتين الاولاني ديفيشن، اصل ده بيدخل كبر بس ولا اي حاجه لها تو بوزيتيف. لو ده بايظ ولا دخل حديد ولا كبر ولا كالسيوم، يعني اذا ممكن يبقى انكومباتيبل وذ لايف، لا يمكن تعيش معاه. فالكبر ديفيشنسي هي مسببها نقص البروتين التاني للميكوزا برين على السيرفس بتاع البورتر اللي هو اسمه ايه بقى؟ ديفيشن. السبب inherited deficiency of copper ATPase transport protein. ولازم اقول اللي موجود في الانتستينال ميكوزا. ليه لازم تقول في الانتستينال ميكوزا؟ عشان نسيت اقول حاجه، ان في بعض الكبر بيفرز من الليفر back to the GI tract to the stool عن طريق ال common bile duct، يعني ينزل مع البايل بقى. وهنا في ترانسبورت بروتين ينزله مع البايل. اسمه ايه ترانسبورت؟ بس المره دي ترانسبورت بروتين ده موجود على الانسان ميكوزا ولا على الليفر سيل ميمبرين؟ على الليفر سيل ميمبرين. اسمه ايه؟ اسمه نفس الاسم غريب قوي. كبر اي تي بي ايز ترانسبورت بروتين. يا عم انت عارف نفس الاسم، ما انا هتفرق بينهم ازاي؟ لو واحد بيدخل الكبر من الانسان ميكوزا لجسمك والتاني اكسكريت كبر ويز بايو، هفرق اقول ده بتاع الانتستين لكن بتاع الليفر بتاع الاكسكريشن ليفر بتاع الابسوربشن انتستين.
فنعطي deficient enzyme بتاع absorption. عشان كده زودت كلمة deficient coverage based transport protein بتاع absorption اللي اسمه ايه؟ بتاع intestinal glial كولوسا. يعني بتاع absorption. طب لما يقل بقى الكبر في جسمك؟ ما هو ليه الاعراض؟ ابيضاني واشرح. weak collagen. hypercholesterolemia. neurological symptoms. wild deficiency. انيميا. وحسب بقى الديفيشنسي جامدة ولا متوسطة ولا بسيطة تبقى الأعراض. شعره يعني ايه ستيل كينكي هير؟ ستيل يعني ناشف كينكي مجعد شعره خشن معرفش ليه. بس على العموم المانكي دي بعد اسماء خلفان عايشة في استراليا ضرورة مفيشنا فعلا كلمة مانكي مش اسم واحد فواكه دي خلفان عايشة في استراليا ضرورتها مفيشنا فعلا. يبقى المفروض اديله كفر مستحضرات فيها كفر يعني بس ما تزورش ضعيف. تاني هو مش عليه تريتمنت حاليا يعني هنهديه الايرن له حقن بتاخد الايرن في حقن بتاخد حديد سلولي في الوريد يمكن في حقن كفر برضه كمان الايرن مثلا له ايرن ديفيشنسي في حقن بيقول لنا جمع كده سودا تتخلط بنص لتر سلاين نص لتر جلوكوز وتعلق محلول اللي فيه حقنة الحديد مع الجلوكوز او السلاين ممكن يكون الكبر بيختلط بنفس الطريقه فهندوره مع نص لتر سلاين او نص لتر جلوكوز وليد يعني الارم يعملوا فيه كده مشهوره يعني. في مرض تاني بالعكس كبر اوفر لود خلي بالك لو اتراكم فري كبر بيطلع فري راديكال بيعمل اورجان دامج اللي هو اسمه ويلسون ديزيز. ماله بقى ويلسون ديزيز؟ ايه سبب الكبر وفرده؟ حاجه من الاثنين. The deficiency of the copper ATPase transporter اللي هو بتاع الليفر اللي هينزله مع الدايت. اذا مش هينزل كبر مع الدايت هيخش دمك بزياده. لو ما نزلش الكبر مع الدايت هيخش دمك بزياده. ده اول سبب للويلسون. ليه دخل جسم كبر كتير؟ السبب deficiency of the copper ATPase ترانسبورت بروتين بس يعني بتاع الانتستين تاني ولا بتاع الليفر يبقى هيقل الاكسكريشن البايل هيقل الاكسكريشن البايل يبقى هيزيد الكبر اللي داخل الدم او ابنورمال ايبو سيرو بلازمين ما بيركبش عليه كبر. طب ما لو بروتين ابنورمال وما ركبش عليه كبر الكبر يطلع في الدم فري يعني يطلع فري راديكال يعني وين اورجن دامج يبقى عندي كمان يبقى ابنورماليتي يعني ميوتنت سيرو بلازمين مش عارف يطلع عليه كفر فالكفر يطلع في الدم فري بيطلع لي حاجه وحشه اسمها فري راديكال. ايه الاعراض في الويلسون؟ على مدار سنين طويله كان في مرض مشابه لذلك تماما في الايرن. انا المفروض نعمل ابزوربشن للايرن من الاكل 10 20% من الايرن بس تعمله ابزوربشن وده بينزل في الاسطول. لكن كولي كل يوم ابزورب الايرن كله الايرن كله الايرن كله انت مش طبيعي. وده يؤدي الى تراكم فري ايرن وفري ايرن اورجان دامج عن سن 30 40 سنه او بتكبر المرض كان اسمه برونز دايابيتس او ايديوباثيك هيموكوماتوسيس ليفر دامج كيدني دامج بيتا سيل دامج دايابيتس وليه برونزي عشان الحديد بيتوصل في الجلد برونز كل اورجان دامج. ده مرض مشابه بس الكفر تراكم الفري كفر اللي هو الخلايا والتيشو بتاعتك من سنين طويله عن سن 30 40 سنه تلاقي الاورجان كله الفري راديكال بيقطعه من البرين والدي ان ايه organ damage, liver cell damage, failure, renal damage, failure, congestive heart, failure, the basal ganglia of the brain فيها damage, Parkinsonism. وهنا في الوان يعني مثلا حديد لون الجلد, bronze diabetes, هنا في الوان بس في بياض العين. هتلاقي في حلقة كونت من حوالين الايه؟ في السكليرا حلقة لونها أخضر إلى ذهبي golden green ring, golden, golden ايه؟ جرين اخضر. كانوا بيعلمونا في ابتدائيه ان اكسيد النحاس العربي كان اسمه لونه اخضر كان اسمه زنجار النحاس. محدش تعلم حاجه زي كده في ناس لسه بتعلمها وناس بتخرج من زمان. كانوا بيعلمونا ان اكسيد النحاس اسمه زنجار ولونه اخضر. لو انت عندك عربيه وفيها اجزاء نحاسيه وبلطان اتصدت هتلاقي النحاس كان عليه طبقه ايه خضراء كده غلط. فالخلاصه الويلسون كبر اوفرلود الويلسون هلاقي فيه
سببه يا اما نزوله مع الباي قل فدخل دمك الكبد زياده، يبقى ركوبه على السيروبلازين قل عشان البروتين ميوتنت فيطلع في الدم فري كبر من سنه 40 سنه اورجان دامج اعالجه ازاي؟ مرض الحديد ادينا له دواء ياخد الحديد وينزل بيه في البول. كان الدواء اللي بياخد الحديد الى البول اسمه ديسفيروكسامين، اسمه ايه؟ ديسفيروكسامين. الدواء اللي ياخد النحاس للبول ياخد كبر البول اسمه بنسلانين. وليه هما في السيدي هنا عندكم راحوا جمعوا حالتين ولا حالتين جنب بعض في حاله واحده اللي هو عنده نقص البي 6 وفي نفس الوقت عنده ويلسون. عشان عنده ويلسون بيتعالج بايه؟ بنسلانين فتره طويله فده بيقلل انتستاينال ابزوربشن اوف فيتامين بي 6. ده بيقلل انتستاينال ابزوربشن اوف ايجو يعني ابزوربشن اوف بي 6. ايه اعراض البي 6 ديفيشنسي؟ ايه هي اعراض البي 6 ديفيشنسي؟ انيميا النيروسيتو بلاست اللي هي ان انا الا سنتيز كان عايز بي 6 الا سنتيز او انسان عايز بي 6 كان عايز اسمها سيتو بلاست انيميا. اذا في حاجه معينه كده عند البرين الحقيقه الحمراء اللي اسمها سيتو بلاست. المهم انيميا اللارج لايك سيمتومز عشان بي 6 مهم لتحويل التوفان الى نيكوتينيك اسيد. بريفرانتولوجاسي بي 6 مهم لتكوين سينوزين الكهول من سيرين زي البرونيتك بعد كده سينجو مايلين مايلين جيس. والنيورولوجيكال سيمتومز علشان نيورو ترانسميترز اللي من امينو اسيد بتدي كربوكسيليشن مش حاجه ماشي. ده مرض غير فطري مايك هو ويلسون زيت. في مشكله كده؟ ويا ريت بنسلمين. طب كويس خلصنا الكبر. احنا سايبين الفوسفرس، حد عايز حاجه من الكبر؟ نشوف الفوسفرس كلمتين كان عندي مثلا نسيتهم. فكتيبه شغاله. مش قال لي سوبر اوكسيد ديسميتيز ده عايز كفر حاول بتفصيل بيعمل ايه وانا بتكلم عن فري راديكال. بس نشوف الفوسفورس الاول. Requirements. خلاص كلام يلا يلا يا جماعه ورا. هو ليه الريكويرمنتس
وفوسفرس عالية أكتر من 100 ملي جرام في اليوم، يعني ماكرو مينرال أكتر من 100 ملي جرام ماكرو، والكالسيوم كان نص جرام في اليوم، ممكن يزيد الكالسيوم مع البريجنسي والأكتيشن والجرافت، بس يعني أقل حتى نص جرام، ده برضه يعتبر نص جرام مش 500 ملي جرام، يعني نص جرام، لأن الاتنين ماكرو عشان بحتاجهم بكمية كبيرة. الكالسيوم مع الفوسفرس بيعملوا ستراكشر بون اند تيث، ستراكشر بون اند تيث، فلازم اكلهم بكميات كبيره كل يوم. طبعا في اكلات فيها فوسفرس، تشرب لبن، تاكل سمك، هيبقى فيه فوسفرس. اي خلايا نباتيه حيوانيه لها ميمبرين فوسفوليبيد، بس المصادر الغنيه تشرب لبن، تاكل ايه؟ سمك. الفوسفرس له تركيز البلازما، صعب اقعد احفظ كل المينرالز، يعني كالسيوم احفظه من 8.5 ل 10.5 ملي جرام بير ديسليتر، مش هحط الفوسفرس ولا الكالسيوم. ال RTA الحاجة الوحيدة اللي هتطلع منكم الفوليك اسيد في الست الحامل، لما تاخد على الاقل 400 ملي جرام بير داي في اليوم. لكن مش هعرف احصل RTA كل داي الاونس كل فيتامينز والمينرالز، بتبقى صعبة. ماكرو مينرال مش بيعمل ستراكشر بون اند تيث، مش عارف احفظ كم في المية فري ايونايزد، كم في المية باوند تو مثلا بلازما بروتين ادومين، مش عارف احفظ الكلام ده. احفظته في كالسيوم، كالسيوم لازم احفظه من 8.5 ل 10.5 التوتال كونسنتريشن، 50% فري ايونايزد، 45% على الادومين، 5% املاح الكالسيوم مع اورجانيك اسيد. ده مش هحفظ كل الكلام ده. احفظ ايه؟ احفظ وصايفه. الفوسفرس مع الكالسيوم هيعمل ستراكشر اوف بون اند تيث، بيعمل حاجه بيعملوا حاجه مع بعض، كالسيوم فوسفيت ابيتايت كريستالز. بعد كده في الميتابوليزم كان في ميني فوسفوريليتد كومباوندز زي مين؟ فوسفوريليتد جلوكوز عشان احبسه جوه الخليه زي مين؟ فوسفوليبيد اعمل سيل ميمبرين زي مين؟ هاي انرجي جلوتايد فيهم فوسفيت اي تي اتش 3 مش برضه لوز؟ اخزن الطاقه كرياتين ان ذا فورم اوف كرياتين هاي انرجي فوسفيت. واحد في اليوريا سايكل في اولها كان اسمه كاربامويل فوسفيت، فاول اليوريا سايكل كل دول فوسفيت كومباوندز نستخدمهم بسبب مختلف الايام. طيب امتى الفوسفرس يبقى يقل؟ ليه؟ لما يزيد الترس هرمون هيقلل الفوسفرس لانه بيزود الكالسيوم في البلازما، ولازم حاصل ضرب الاثنين ما يزيدش عن رقم 50 عشان ما يترسبوش. فالبارس هرمون لو ناوي يزود الكالسيوم بلازما هو فعلا بيعمل كده، هيزود اكسكريشن فوسفرس النورين، اشتغل هيزود اكسكريشن فوسفرس النورين عشان حصل ضرب الاثنين ما يزيدش عن 50 ما يترسبوش في السيركيليشن. طيب امال مين كمان يقلل الفوسفرس؟ ديفيشنسي اوف فيتامين دي، اللي المفروض بيزود انتستاينال ابسوربشن كالسيوم اند فوسفرس. في بس خلايتين في الفوسفرس. اول واحد لو عين الدم خلناه في العمليه هيمولايزد، هل اقيس الفوسفرس ولا ده قياس خاطئ؟ ان ار بي سي فرقعت طلعت الفوسفرس اللي جواها، قال لك لازم فوسفرس عالي، وده مش حقيقي في العيان، بس عينيه هيمولايزد ترفضها. نمرة اثنين بعد الوجبة، أضافة بعد الوجبة أي حاجة أساسية فعلا أبدا فوسفرس يقل. طب ليه يقل بعد الوجبة في البلازما؟ دخول الجلوكوز جوه الخلايا يدخل معاه الفوسفرس عشان يتحبس معاه الفوسفو ريليشن، يعني بعد هاي كاربت دايت هتدخل الجلوكوز، هتلاقي الفوسفرس الأكتيف بتاعه زاد عشان بيتحبس بالجلوكوز جوه الفوسفو ريليشن. تلاقي بعد الوجبة الفوسفرس إيه؟ يقل أحسن من المتوقع يعني. يعني مش صعب يعني الفوسفرس ده. طيب عندكم فلورايد، يعني بعد الكبر والفوسفرس في فلورايد بتاع الميه. نشوف الفلورايد بتاع الميه.
يلا ده مصدره مش معلوم السنان. انا عارف معلوم السنان دي كلورايد بس مش هي معلوم السنان مش حاجه غذائيه، لكن مصدره الميه اللي بتشربها بيبقى طبيعي فيها فلورايد بس بنسبه غايه في الصغر من 1 to 2 parts per million. يعني ايه بارت بير مليون؟ كل مليون مولكيولز ووتر فيهم واحد او اثنين فلورايد وستيل. كل 1 مليون مولكيولز ووتر جواهم واحد او اثنين فلورايد. وظائف الفلورايد هم ليه حاطينه في معجون السنان؟ انه ممكن يعمل طبقه حوالين السنان اسمها الانامل بتحمي السنان. يبقى وظائف الفلورايد توجذر ويز كالسيوم وفوسفرس هيبقى في الاستراكشر برضه في البون اند تيث، فلان في السنان دي طبقه حاميه اسمها ايه؟ انامل. تاني مع الكالسيوم والفوسفرس استراكشر بون اند تيث. بيحطوا الفوسفرس مع فيتامين دي وكالسيوم بيعالجوا هشاشه العظام، اسف بيحطوا فلورايد اسف. فلورايد مع الكالسيوم وفيتامين دي يعالجوا هشاشه ايه؟ العظام مع بعض. يعني برضه بريفنت الاوستيو ماليشيوم ويعمل طبقه حاميه اسمها انامل. انا كان لما بحطها على معجون السنان كان بيبقى فيه هدفين، مش بس يعمل بروتكتيف لاير اللي هي الانامل، وكان بيموت البكتيريا من السنان، وكان انهيبت انزيم في جلايكوليسيس اسمه ايموليز. كان الفلورايد يخطف المغنيسيوم مغنيسيوم كليتو فالانيوليز يتوقف، اوقف الجلايكوليسيس البكتيريا من السنان موتها. لكن في سببين احط على المعجون الطبقه الحاميه الانامل وموت البكتيريا بين السنان الجلايكوليس. طيب وليه كنت بضيف كمان فلورايد على عينات الدم في المعمل؟ ما هو برضه نفس الهدف، عشان الخلايا الحمراء والبيضاء عايشه بتاكل الجلوكوز بتاع البلازما والجلايكوليس، فانا عايز اثبت الجلوكوز جوه العينه كانه جوه العيان، احل العينه بعد ساعه كانه جوه العيان لسه، بعد 10 ساعات جوه العيان. ازاي امنع الخلايا انها تاكل الجلوكوز؟ احط فلورايد يوقف الجلايكوليس بتاعت الخلايا البيضاء والحمراء. يبقى كمان الفلورايد is added to blood sample in the lab in order to fix اثبت جلوكوز كونسنتريشن قيسه بعد فتره في الانبوبه كانه لسه جوه العين. وشفنا معجون السنان والحاجات اللي في الصراج جابها الجسمان. طيب ما هو الفلورايد برضه في شويه امراض، نقص الفلورايد زياده الفلورايد مرض. طيب نشوف الاول نقص الفلورايد يعمل ايه؟ نقص الفلورايد طبعا بيعمل طبقه حاميه، يبقى هيحصل تسوس في الاسنان، تبقى الاسنان بسهوله. البكتيريا ازاي بتعمل تجويف في الاسنان؟ بكتيريا غالبا لا هوائيه عشان كده مستخبيه بين السنان بعيد عن الاكسجين، لا هوائيه. فبتطلع لاكتيك ايه؟ اسيد. هو ده الاسيد بيقعد ياكل في السنان يقول لك الحمض الحمض، هو اللاكتيك اسيد بتاع انارابيك بكتيريا. لو قل الفلورايد هتبقى السنه حساسه باللاكتيك اسيد، يعني دنتال كارس. ايه هو الدنتال كارس؟ تسوس الاسنان. طب بالعكس بقى فلورايد عالي يعني مياه مقار. فلورايد عاليه قد ايه؟ في حاجه اسمها دنتال فلوروزيس. دنتال فلوروزيس يبقى الفلورايد بدل 1 to 2 من 3 to 5 parts per million. على فكره لو ديفيشنت فلورايد بيبقى بدل 1 to 2 بيبقى نص بارت بير مليون. ديفيشنت فلورايد بتاعت صوت الاسنان نص بارت مليون. فلوروزيس عالي من 1 تبقى كام؟ دنتال فلوروزيس هتلاقي ان الانامل الطبقه شكلها كانها زياده، بس مش معناها زياده انها حلوه. السنه تدخل اللمعه لوز البلاستر اجزاء من الطبقه لانها زياده اه بس مش قويه زي الاول. تقع كورودد تيث، يعني كانها متقرط، كانها فيها حفر. يبقى لوز البلاستر كورودد تيث هو ده الدنتال فلوروز. يعني واحد زمان الناس بتقول احنا شرب ميه انبار، وطبعا الميه بتتسحب من اكبر السراجيب يسحبوها، ففيها فلورايد عالي. ف 30% اطفال مدارس كان عندهم دنتال فلوروزيس. جميل؟ راح واحد السنه اللي بعديها قال لي احنا راح الكلام ده ركبنا فلاتر على الحنفيات عشان تحوش الفلورايد زياده من المعروف. كويس؟ مع السنه بقى اللي بعد بعديها راح واحد قال ما احنا بعد ما ركبنا فلاتر فالفلورايد قال لي فلوريد قال لي فلوريد. كويس؟ امال ايه هو
سيفير فلوروسس ده فلورايد عالي جدا يوصل ل 100 بارت بير مليون، ده واحد بيشرب ميه جدا من البحر. فلورايد عالي جدا 100 بارت بير مليون، النورمال كام؟ بقاله تقريبا 100 مره. ده هيحصله اوفر كالسيفيكيشن في البلاتس بون في الجوينتس تبقى ستيف جوينتس، يعني الحركه فيها تبقى صعبه. الليجمنتس كالسيفاي جسمه كله ابتدى يحصل له كالسيفيكيشن وممكن نيورولوجيكال سيمتومز وفيتال، دي ممكن فيتال بعد شويه. فميه زي كده فيها فلورايد عالي كالسيفيكيشن زياده في الليجمنتس الجوينتس وفي الاخر كمان في البلاتس بون في الفيلز اوف ذا هارت كالسيفيكيشن ونيورولوجيكال سيمتومز واحد. صعب الفلورايد الميه. فاضل بقى شويه صغيرين، يعني بعد دول بقى كل واحد عليه فتفوطه صغيره كده عندكم في جدول كده في الاخر مش كده؟ ما هو الفلورايد بيحب يطلع مع الكالسيوم في البون انتيس، يعني بيشجع الكالسيوم خاص هو اصلا بيعمل بون انتيس كمان معاه. طيب الفتافيت الصغيره يعني مثلا عندكم اول فتافيت اسمها ايه؟ الكابر خلاص كويس. الزنك، الزنك هنا الانزيمات اللي عايز الزنك اعرف منها امثله، والحقيقه اهم امثله الانزيم اللي عايز الزنك لما يقول دي ان اي بوليمريز وار ان اي بوليمريز، دي انزيمز مهمه، دي ان اي سنس ار ان اي سنس بتاع الزنك. يعني عشان كده لو شفت جنبيها اعراض الزنك ديفيشنسي طبعا دي ان اي سنس ار ان اي، يبقى في ديفكت في الراس تعبيه، يبقى في ديفكت في العضلات في السبرماتو جينيسيس. زنك مهم للدي ان اي بوليمريز ار ان اي بوليمريز، معناها نقص الزنك هيأثر على حاجات مهمة الجروس والديفلوبمنت بتاعت البيبي في الأدلت، يأثر على سبرماتو جينيسيس في الأدلت. فيتال مال فورميشن لو بيرث ويت، كل ده امبيرد جروس، وده وراه امبيرد جروس. ديلي سيكشوال ماتيوريشن كل ده من الدي ان اي سنسز قليل. امبيرد اميونيتي كل ده من الدي ان اي سنسز قليل. Impaired growth, impaired immunity. The effect of the spermato, genesis, without the DNA, the body. طبعا في انزيمات سريعه للزنك. غير الدي ان اي بروز ار ان اي بروز، كان واحد بيفك الكربونيك اسيد. انا فاكر مين نظام بيفك الكربونيك اسيد اللي كان مكسر ووتر. كربونيك اند ريز على الزنك. فانا حطيت شويه امثله عايز الزنك. طب مين بعد الزنك؟ مانجانيز. في انزيم هنشوف بعد شويه اسمه سوبر اوكسايد ديسموتيز بيتخلص من فري راديكال. هتلاقي سوبر اوكسايد ديسموتيز ده نسختين، نسخه ميتوكوندريا عايزه ام مانجانيز، ونسخه سيتوبلازميك عايزه سي كابا. سوبر اوكسايد ديسموتيز نسخه ميتوكوندريا نسخه سيتوبلازميك، سيتوبلازم عايزه ايه؟ كابا. والميتوكوندريا عايزه مانجانيز عايزه زنك. ده النسخة السيتوبلازميك عايزة كفر، النسخة الميتوكوندريال عايزة مانجانيز وعايزة زنك. هنشوف حالا دلوقتي مين هو السوبر اوكسايد ديسموتيز. الفتافيت المانجانيز سوبر اوكسايد ديسموتيز الميتوكوندريال جلايكوسايد ترانسبريز، طبعا جلايكوسايد ترانسبريز ده اللي بيركب حاجة اسمها جلايكو بروتين بروتين. طيب بعد كده عندكم مين؟ الايودين سيلينيوم. كان في انزيم مشهور هنقوله برضه في دماغي دلوقتي، كان بيتخلص من هيدروجين بيروكسيد كان اسمه جلوتاثيون بيروكسي. جلوتاثيون بيروكسيديز هنفتكره دلوقتي بيتخلص من H2O2 بيمنع الهيمولايسيس، عايز سيلينيوم. في واحد تاني عايز سيلينيوم في واحد تاني عايز سيلينيوم اسمه تي ايودينيز. تي ايودينيز يعني بينزع ايه؟ يود، يعني بيحول تي 4 الى تي 3. دي ايدينيز بيرجع اليو بيحاول تي 43 عايز برضه سيلينيوم. تبقى سيلينيوم سلفر. مين امينو اسيد دي له سلفر؟ سيستاين. ممكن ميثيونين بس السيستاين هو مصدر رئيسي للسلفر في الدايت. السلفر اخدها تعمل بيها ايه؟ مره خزنتها على واحد اسمه بيبس، انا مش مفروض الكلام ده هنا بس لسه دلوقتي السلفر كمان خزنها عند كلوتايد اسمه بيبس، استخدمها في حاجه اسمها الديتوكسي كيشن دراجز اند توكسن. مش كان في تو فيزز دراجز اند توكسن، انيشال فيز هايدروكسيليشن فول باي كونجريشن، ممكن اركب السلفر على الدوكسل يبقى الدوكسل سلفيت واتخلص منه. السلفر مصدرها سيستاين. السلفر مهمه في البروتين ستراكشر داي سلفايد بوم. سام انزيم اكتف سايد في اس اتش سيستاين في الاكتف سايد
يسقط هنا في ديتوكسيكيشن، يعني مهمة في الجسم. مفيش هرمون مشهور تو بروتين سب يونتس وفي دايسلفايد بوندز. هرمون جلوتاثيرون في اس اتش، هرمون وايه بي تشين ودايسلفايد بوندز واسمه انسولين هرمون. انسولين هرمون وبيعمل بقى سلفر وليبيدز وحاجات تانية. في فيتامينز فيها سلفر، في كو اي اس اتش بيعمل بنتوثانيك في سلفر، وفي هاي انرجي كومباوند فيها سلفر اسيتايل هاي انرجي اس كوي، ساكسانايل هاي انرجي اس كوي، اسايل يعني فاتي اسيد هاي انرجي اس كوي، يعني دي سلفر بوستر بيعمل. كوبالت من فيتامين اللي كان جوه كوبالت، كوبالت كوبالت كوبالت. طيب ممكن نشوف بقى الزيادة دي، نشوف الفرق اللي وراها. هل الاكسجين اقول عليه توكسيك؟ طبعا لا. الاكسجين نون توكسيك، هقول عليه بوتنشال توكسيك. يعني ايه بوتنشال؟ يعني ممكن يكون توكسيك. طب متى يكون توكسيك؟ لو الاكسجين حصل له حاجه اسمها partial reduction، لو حصلوا حاجة اسمها partial reduction هيطلع مفروض حاجة وحشة اسمها free radical. يبقى هنا اضع في جملتين لازم اعرف معناهم. ايه هو الفري radical اصلا؟ وايه هو partial reduction of oxygen؟ عبارة عن ايه؟ فمن الاول نشوف ايه الفري radical. اي مركب هو اتومز ذرات، واي اتوم فيها نيوكليس واوتر اوربت، واي اوتر اوربت طبيعي الكترونز ار بريزنت ان بيرز يعني جواز. لو في سنجل امبيرد الكترون في الاوتر اوربت لوحده هو ده اللي بنسميه فري راديكال. داخل مركب ان ستيبل عايز ياخد الكترون يوصل لستابيليتي، طب ياخده من مين؟ يبقى تعريف فري راديكال كومباوند ويز ان اتوم ويز single unpaired electron في الاوتر اورب، مفيش الكترون جنبيه. طب يجمع مين؟ الشرائط التساهميه بين الاتومز عباره عن شيرنج اوف الكترونز. يبقى اهدم على الدبل بوند بتاع الفاتي اسيد السنبرين، اقطع الدبل بوند باخد ايه؟ الكترون كان موجود في الرابط. بس لما اقطعهم انا حولهم نفسهم الى فري راديكال كومباوند، تبقى عمليه بقى ايه؟ تشين رياكشن كده ورا بعض. يبقى بهجم على الدبل بوند فاتي اسيد السنبرين واقطعها واقطع السنبرين، وبهجم على الفوسفودايستر بوند في النيوكلس بتاعت الدي ان ايه واقطع الدي ان ايه. يعني لو قطعت السنبرين مثلا في الاربزيس تقول هيموليسيس، في الاندوزيال لاين بافيس تقول ممكن تساعد في الاثرو سكلوزيس، في الدي ان ايه تعمل ميوتيشنز ممكن تعمل كانسر. فاذا يبقى تعريف الفري راديكال كومباوند في ايه؟ سنجل امبيرد الكترون في الاوتر اوربت. لو ظهر مركب فيه اتوم زي كده بيبقى ان ستيبل ويهجم على روابط يفكها عشان ياخد الالكترون يوصل لستابيليتي، يقطع الدبل بوند وفاتي اسيد في السيل ميمبرين، اقطع ميمبرين ار بي سيز هيموليسيس، ميمبرين اندوثيليال لايننج اساعد في الاثرو، اقطع الدي ان اي واعمل ميوتيشنز واعمل كانسر. طب ايه هو البارشال ريدكشن اوف اوكسجين؟ عباره عن ايه؟ تعالوا نشوف على جنب ايه هي الستيتس اوف ريدكشن اوف اوكسجين.
the states of reduction. ايه هو complete reduction؟ يعني قصدي اقول O2 ازودها كام H تبقى 2 مية non toxic. 4 اتشات. O2 و 4 اتشات اظن حد يسمع ان المية في الريدكت. ولا نقطع الدي ان ايه ولا حاجة. فهنا كل H طبعا عبارة عن بروتون زائد الكترون وكده طلع 2 مية non toxic. ما هو ده مش partial. ده اسمه complete reduction. فين بقى البارشال ريدكشن؟ O2 وزودها 3 اتشات بس هتطلع حاجات وحشه. O2 واتشتين بس. O2 واتش واحده بس. يعني مثلا O2 واتش واحده الاتش عباره عن بروتون زائد. برضه لما ترسم كده وتقول لي اصل ده وحش وعنده سنجل امبير الكترون واسمه سوبر اوكسيد فريديكال، طب برضه مش فاهم طب اتكون ازاي؟ طب شكله كده ليه؟ مش كده برضه؟ بعد ما تقول لي O2 H2 هقول لك هيدروجين بروكسايد. هقول لك ما انت طول السنه بتقول عليه وحش والراجل ما فيش نقطه عليه. يعني ما عنده سنجل امبير ده ايه؟ ما بتقول عليه وحش ليه؟ ان هو ما عندوش سنجل امبير الكترون. بتقول عليه وحش ليه؟ طب O2 ثلاث اتشات وكل واحده بروتون زائد هيدروكسيل فري راديكال زائد ووتر. اظن كده شكلها اشياء غامضه ولا مفهومه؟ طيب غامضه يعني. فهو الحل بسيط لما بصيت وانا براجع مع بنتي الكيمياء بتاعت الاعداديه اكتشفت ان الحل بسيط بس احنا مش دارينيه، اللي هو هما في الاعداديه بيرسموا موزيق الاكسجين. يعني وهم ان الاوتر اوربت فيه 6 الكترونات مش كده برضه؟ من جواني 2 وبره 6 وتكافؤ الاكسجين. اذا انا ساهم معاك ب 2 الكترونز وانت تساهم معايا ما هو تكافؤ 2 وانت 2. طب انا ساهمت ب 2 اتفضل كم من الست اللي فاتوا في الاوتر اوربت؟ 4. 2 و 2 هل في سنجل امبير الكترون؟ طب هنا لو انا ساهمت ب 2 اتفضل كام؟ هل في سنجل امبير الكترون؟ اكسجين از نون توكسيك. اكسجين از نوت فري راديكال. 2 2 كله ماشي في هناك. طب زودته اتش واحده اللي هي الحاله الاولى من البارشال ريدكشن. اجرب الاتش عباره عن بروتون بس ولا زائد الكترون؟ طب ما انت لو عملت رابطه تساهميه هنا اهي معناها بقى عندي ايه دلوقتي؟ سنجل امبيرد الكترون. هو ده اللي اسمه سوبر اوكسايد فري راديكال. ايوه بس انا الرياكشن اللي رسمه ده بيفهمني ان ده وحش. عايز اسال طب ايه الاكبر الاكسجين على كده؟ ايه اللي اكبره على البارشال ريدكشن؟ ده عشان افهم. لكن العنوان الحقيقي اللي هيبان بعد كده هيبقى sources of free radical. لسه العنوان جاي. ده هيفهمني بس ان البارشال ريدكشن وحشه وخلاص. بعد كده ايه اللي اكبر الاكسجين على البارشال ريدكشن؟ اللي طلع انه بيطلع حاجه وحشه اسمها سوبر اوكسيد فري راديكال. طب O2 H2 يبقى ايه؟ هيدروجين بروكسايد. هترسمه ما فيهوش فري راديكال، وقعدت تقول عليه 100 سنه وحش. اهو O2. المره دي بقى كل واحد واخد الاتش بتاعته معاه. اهو H2 O2. هتلاقيني اساهم معاك بالكترون واحد بس، اشمعنى المره دي؟ عشان الكترون الثاني هتكافئ بتاع اثنين، مش تكافؤ اثنين؟ مساهم مع الاتش، وانت برضه واحده مع الاتش وواحده معاه. اثنين 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 كويس. لما تساهم باثنين فرق كام من سته؟ اهو اثنينات. لما تساهم باثنين فرق كام من سته؟ اذا كله ماشي اثنينات ومحدش يزعل، كله ماشي اثنينات فعلا. اثنين اثنين كله اثنينات. هيدروجين بروكسايد از نوت فري راديكال. لكن هو فري راديكال بروديوسر. ازاي؟ لو اتولد جنبيه ميتال فري اير كابر ايه اللي هيحصل ساعتها؟ زي في الار بي سيز، زي مرض ايرن اوفرلود، زي مرض كابر اوفرلود. ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هيبقى ازاي فري راديكال بروديوسر؟ ده ميتال، يعني قطر الذره قطر الاتوم واسع، يعني النيوكليس بعيد عن الاوتر او يعني الفورس اوف اتراكشن ضعيفه، لكن الاو هنا نون ميتال جاز الكترونات، فده هيتاكسد يفقد الالكترون. هنا بقى ده هيتكسر الالكترون بس هيتقسم بيه نصين، والحديد اتاكسد من فرز الى
انا عايز اعرف بقى ايه النصين دول هيبقوا ايه بالظبط لما ياخد بيتهم الابيض ده. هيبقى او اتش على ناحيه او اتش على ناحيه ثانيه. كويس. مثلا اهي اهو كنت مثال بالكترون عادي وانت برضه نفس الكلام، وكان في هنا اتنين وانت برضه نفس الكلام، بس انا بقى استرديت الكترون كان في الرابطه معاك، استرديت الكترون عشان فصلنا عن بعض، وانت برضه استرديت الكترون اللي في الرابطه بتاعك، بس ايه بقى؟ هو او نقول انا اخدت الكترون اللي هو بتاع مين؟ الحديد، هو ما خدش حاجه. طب اسال سؤال، انا اخدت الكترون الحديد، هو اخد حاجه؟ طب ما هو اصبح عنده 3 سنجل امبيرد الكترون، ده اسمه هيدروكسيل فري راديكال. هل انا بقى عندي سنجل امبيرد؟ اثنين 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 اثنين. بس انا مستغرب لو انا خبيت الاتش اتوم دول كام؟ ستة ولا سبعة؟ عدوا اثنين اربعة ستة سبعة. اثنين اربعة ستة، ولو في واحد زيادة عن الستة مش عامل مشكلة. الزيادة عامل مشكلة ولا عامل هنا كوفيلن بوند؟ الله، ده في الكترون زيادة مش هو تعريف الفري راديكال. الكترون زيادة ولا سنجل امبير؟ امال مين الزيادة اللي مش عامل مشكلة ده؟ ما هو ده اسمه هيدروكسيل ايون. والايون از نوت فري راديكال. تعريف الفري راديكال. الكترون زيادة ولا سنجل امبير؟ فده هيدروكسيل ايون عادي. في الكترون زيادة عامل ايه؟ كوفيلن بوند. إذا ده اللي وحش. ثانية واحدة عليا. يبقى الهيدروجين بروكسيد نفسه وحش ولا هو بروديوسر اوف فري راديكال؟ بيسموه بالتالي بتقول بالذات لو جنبيه ميتال ايرون كبر. شفتوا بقى اوفر لود اوف ايرون اوفر لود اوف كبر بخاف منه طلع في راديكال، بيسموه فري راديكال بروديوسر او روس. روس اختصار كلمه رياكتيف اوكسجين سبيشيز. روس اختصار كلمه ايه؟ رياكتيف اوكسجين سبيشيز بروديوسر فري راديكال. هو الحقيقه عشان انتم مسمين كل روس كل روس روس المفروض ده اسميه فري راديكال، وده اسميه فري راديكال، وده اللي اسميه روس رياكت واش سبيسيز او بروديوسر اوف فري. طيب الحاله الثالثه ما شفتهاش. شوف الحاله الثالثه. ماشي ها. الحاله الثالثه انا شفت الحاله الاولى. اهو وحش وحش وحش. الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اهو شدت شدتين اهو هيبقى وحش. ده هيبقى وحش. الحاله الثالثه ازوده بروتون زائد الكترون. طب ما انا هعمل رايز، دي كانت الحاله الثانيه صح؟ مش ده الحاله الثانيه من الريدكشن؟ طب ما انا زودت الكترون ثالث اهو. يعني ده الحاله الثالثه بتحصل اهي. مش هو كده ازود اتشيتين بتوع الكترون، مش دي الحاله الثانيه من الريدكشن؟ اللي هي السطر الثاني ده. طب ما انا زودت الكترون، ما هو الريدكشن عباره عن بروتون زائد ايه؟ بل انه تعريف الريدكشن لادق مش جيننج اوف اتش اتوم كامله، جيننج اوف الكترون. اذا دي الحاله الثالثه اللي هتبقى وحش. طب انا بس بحب يبقى اتش كامله كده. خلاص اتش كامله. لو زودت في دواخل التفاعل اتش بوزيتيف عشان تبقى اتش كامله يعني. يبقى زود في النواتج ايه؟ اتش بوزيتيف زيها. لو زودت في الدواخل اتش بوزيتيف، تزود في النواتج اتش بوزيتيف زيها اهو. مين ده؟ ميه وهيدروكسيل فري. يعني دي الحاله الثالثه. ميه وهيدروكسيل فري راديكال. يبقى الحاله الاولى من الريدكشن وحشه. سوبر اوكسيد فري راديكال او 2 نقطه. الحاله الثانيه من الريدكشن وحشه. اوجد بس جنبيه ميتال هو يروح مطلع لك فري راديكال. والحاله الثالثه طلعت برضه وحشه. بيطلع هيدروكسيل راديكال وايه؟ ووتر. امال مين الحاله الحلوه؟ كوبليت ريدكشن تو ميه. الله، ما كان المفروض يحصل كده من الصبح. الا اكبر الاوكسجين على بارشال ريدكشن الوحش. يبقى ده العنوان الحقيقي. ده عنوان ازاي محدش يسالك عليه. ده الحقيقي اتكون ازاي الفري راديكال ليه الاوكسجين حصل له بارشال ريدكشن. ما هو الحاله الثالثه كان ممكن يكتفي بكده. ما هو الريدكشن جيني فور الكترون. بس طبعا يقول لك لا احط اتش اتوم كامل. عارف كنت حاطط الكترون سكيت؟ كنت حاطط دي هيدروكسيل ايون. الكترون سكيت حاطط دي هيدروكسيل ايه؟ زودت اتش بوزيتيف تبقى اتش اتوم كامل. يبقى انا هيدروكسيل ايون احط ايه؟ ووتر زائد هيدروكسيل فريز. ما ده في الدواخل، يبقى في النواتج
داخله معاهم داخله معاهم الميه المره المره شو بقى انا حقيقي السورس نعم ليه ما عملش ايه معلش؟ مع الاول هو او اتش انت قصدك البروتون عايز احط البروتون مع الهيدروكسيد هيكل اللي هو ده الرابطه التساهميه شيرنج اوف بروتون ولا شيرنج اوف الكترون؟ انا هعمل رابطه تساهميه حسب كلامك بتاع كده دي كده مش رابطه ده بروتون من غير الكترون ده بروتون من غير ايه؟ الكترون ويبقى اذا لو انت افترضت هذا طبعا الاوس مش هيسمح لك لان كده هيبقى عنده 1 2 3 1 2 3 4 5 6 بس على فكره 1 2 3 4 5 مش هينفع 5 الاوبشن اقل حاجه في الاوتر اوربت كام؟ 6 دي النواه اوريون الاوتر اوربت بتجذب الكترونات فلو جاب بروتون مش هيسحبها من القصر قوه جذب النواه بتاع الاوبشن ايه؟ اكتر ودي مش هتبقى رابطه تساهميه طبعا فانت لو جبت اتش بوزيتيف لا زال ده سنجل امبيرد الكترون لا زال برضه اسمه فري راديكال والاو مش هيستغنى عن السادس عمره ما يبقى حواليه 5 1 2 3 4 5 ويفقد دي مش هيفقدها يبقى معاه برضه عايز اشوف طب ايه اللي خلى الاوكسجين يحصل له بارشال ريدكشن بالشكل الوحش ده يعني نشوف البارشال ريدكشن ايه اللي اكبره على كده مش ممكن تقول لي ان الالكترون ترانسبورت تشين اللي هي شيء طبيعي في المطبخ بتطلع طاقه انها بتطلع فري راديكال عايز اسالك سؤال هو مين شفاط الالكترونات في اخر سلسله؟ او 2 لو حصل له كومبليت ريدكشن يبقى كويس اربع اتشات يعمل ايه؟ 2 ميه نان توكسيك طب ايه رقم لو زودت الاربع اتشات بس واحده واحده مش مرة واحدة لو زود أربع تشات خلاص مفيش مشكلة اتنين ماية طب نجرب واحدة واحدة O2 وزودته في الأول مؤقتا H1 مين يظهر مؤقتا؟ الأولاني اللي اسمه سوبر أوكسايد فري وحش وحش أنستيبل طب زوده كام H1 كمان مؤقتا؟ كمان واحدة؟ أنا بزوده واحدة واحدة مين ظهر مؤقتا؟ H2O2 بس اوجد كان ليه ميتال ايرد ولا كبر هتقوم يتصرف ونطلع فري راديكال يعني وحش او هيبقى وحش طب زود واحده ثالثه يبقى انت وصلت للحاله الثالثه اللي هي ايه بقى؟ ميه وهيدروكسيل فري الميه دي حلوه بس معايا لسه حاجه وحشه اسمها ايه؟ هيدروكسيل فري راديكال فلو زودت بقى اتش أخيرة رابعة المفروض توصل للميه خلاص يبقى الحمد لله على السلامة وصلت بسلام السؤال أصبح إيه اللي يخليك تقف هنا وما تكملش؟ هنا يبقى وحش أو تقف هنا وما تكملش وحش إيه اللي يخليك تقف في النص؟ ما تكملش الآخر حاجة من الاتنين يا إما مين قليل؟ الاتشات مين عالي؟ اللي هو الأعلى منهم الاتشات قليلة مستبعدة الاتشات دي بتيجي منين؟ من الناد والفاد ده مش اكتر مش كارير في الالكترون ترانسبورت تشين بستلم اتشين من الناد والفاد بس ده كارير وسيط اصلا مصدرهم اكسدت الجلوكوز فاتي اسيد اللي اكلتهم وجلوكوز فاتي اسيد متوفرين في الويلفير ستيت من الاكل في الفاستنج من مخزوناتي الداخليه مش كنت بصنع جلوكوز باي جلوكونيو وفاتي اسيد بيجي من اللايبولايسيس طب لو انا بقى فاستنج وستارفنج واسابيع طبعا الانرجي برودكشن بيقل والمصادر بتاعتك بتقل بس انا هتوصل للوفاه قبل الفري راديكال هي تقضي عليه سورس اوف انرجي هو اللي ايه؟ قليل. ما بتكلمش على واحد قرب الوفاه وستارفنج بقاله 100 يوم، كان الواحد طبيعي ياكل ويصوم ويصوم وياكل. فاذا الشات متوفره يا اما من الاكل يا من مخزوناتك الداخليه من اديبوز تيشو فاتي اسيد اوكسيديشن كده من الاكتشاف او جلوكوز جاي من جلوكوز يعني استبعد الاحتمال الشات قليله. غالبا بتاكل او صايم معقول مش ستارفنج 100 يوم. يا اما الاوبشن هو اللي ايه؟ يعني ايه؟ انا اسالك سؤال لو معايا 1 مول بروتين يبقى عايز كام اتش؟ 4 1 قصاد 4 طب لو معاك 1000
عايز 4000 اتش كومبليت ريدكشن 4000 اتش. طب معاك مليون 4 مليون اتش. لو معاك مليار ما عنديش 4 مليار اتش. انت ايه اللي جاب لك المليار اوبشن ده اصلا؟ انت ايه اللي جاب لك الاوبشن عالي؟ انا ما عنديش الشات الكافيه. يبقى انت تعرضت لحاله غير طبيعيه اسمها بيور اوبشن اندر هاي تنشن فور لونج تايم. يبقى هنا المشكله مش في الترانسبورت تشين، المشكله في التعرض لايه؟ هاي اوبشن تنشن لفتره طويله، تبقى الشات مش مكفيه عليه، فابتدي يتوقف الريدكشن في النص ويعمل فري رد. ما خدناش الفيسيولوجي. لو استنشقت اوكسجين بيور يحصل لونج دامج، ما هو ابتدى يكون ابتدى ايه بقى؟ يحصل له بارشال ريدكشن وطلع في الريدك في اللنج، تقطع الالفيولر ممبرين. يبقى بار اوكسجين تنشن اندر هاي تنشن، اوكسجين تنشن عالي لفتره طويله، يبتدي الشات مش كفايه يعمل لك فري ايه؟ راديكال ديو تو بارشال ريدكشن. هنا في معلومه لا ما عندنا حلم بعد كده. اذا ما يصحش اتعرض لاكسجين اندر هاي تنشن فور لونج، ايه هيسبب فعلا لونج دامج. مصدر ثاني فري راديكال احنا خدنا بعد الانزيمز اللي كان بيطلع اتش 2 او 2، انا بس هقول اسماء. يعني مثلا خدنا ال امينو اسيد اوكسيديز اوكسيديتيف دي امينيشن، كان بيطلع هيدروجين بروكسايد في رياكشن. الله ده في رياكشن طبيعيه اهو، ماو دي ماو ده اللي هو شبهه بس مش اوكسيديتيف امينيشن اوف امينو اسيد، اوكسيديتيف امينيشن اوف كاتشكولامين اوف هيستامين اللي هو نيورو ترانسميتر، يعني مونامين اوكسيديز برضه بيطلع هيدروجين ايه؟ بروكسايد. خلاص مسار طبيعيه، ما عندك مسار طبيعيه المهم تعرف تعمل ديتوكسي. زي مصدر مشهور كمان غير حكايه الماو مونامين اوكسيديز وإلا مصدر اوكسيديز، مصدر ريسبيراتوري بيرست مرة من زمان من سنين في الميكروفيج. الميكروفيج بلد بكتيريا، الميكروفيج بلد بكتيريا وفيروس عايز تكسره، تعمل ايه؟ بارشال ريدكشن اوف اوكسجين. طب ليه الاذى ده؟ عشان تموت البكتيريا والفيروس. زود اتش واحده هيبقى وحش، او اتش كمان برضه بيبقى وحش. الميكروفيج عملت كده ازاي للاوكسجين؟ زوده مره اتش واحده ومره برضه اتش واحده. ده كومبليت ولا بارشال؟ اوكسجين مين بقى؟ ممكن اسم الانزيم في الميكروفيج نات دي اتش اوكسيديز، عارف اسمه ايه بقى؟ مع ان انا فاكر النات دي اتش ده كان حلو وبيتخلص من هيدروجين بروكسايد، ده اللي حوله دلوقتي. النات دي اتش كان حلو بيتخلص من هيدروجين بروكسايد حسب نوع الانزيم اللي اشتغل عليه. في الار بي سيز اشتغل عليه جلوتاثيون بيروكسيديز بيتخلص من هيدروجين بروكسايد. في الميكروفيج واحد تاني ما اسموش جلوتاثيون بيروكسيديز، اسمه نات دي اتش ايه؟ اوكسيديز. بارشال ريدكشن اوكسجين، بارشال ريدكشن اموت بكتيريا واموت فيروس. اذا في مسار طبيعيه للفري رانجل في جسم ريسبيراتوري بيرست اموت بكتيريا وفيروس بعد الكاتاليز بامينو اسيد. مش احنا قلنا مره الناس اللي عندهم نات دي اتش قليل وما بيعرفوش يتخلصوا من هيدروجين بروكسايد اللي هو بتاع الفافيس انيميا الفول، لو اكل فول بيكون له هيدروجين ايه؟ ما هو ده الانزيم اللي هيكون من اكسيد ديجنيشن بامينو اسيد هيكون له هيدروجين بروكسايد يجي له اتاك اوف ايه؟ الماس. ما انا دي مصادر طبيعيه وممكن تزيد كمان لو تعرضت مثلا لاكسجين عالي. انا عايز اعرف بعد السورسز اللي هو هاو تو ميك ديتوكسي فيش ذات خلاص منهم اول باول بصوره طبيعيه. تعال نشوف هاو تو ميك ديتوكسيكيشن اوف فري راديكال اند هيدروجين بروكسايد معانا. الميكروفيج لما طلع هيدروجين بروكسايد بيحول مركب اسمه نايتريك اسيد، ياخد منه الكترون، ده ياخد الكترون يحوله لنايتريك اسيد فري راديكال. هنعرف النايتريك اسيد ده في الفسيولوجي فازو دايليتور، مره خدناه في مشتقات امينو اسيد فازو دايليتور وله تاثير في خلايا المناعه يموت بكتيريا وفيروس لانه بيتحول فري راديكال كومباوند. هيدروجين بروكسايد بيحول للميكروفيج النيتريك اوكسايد المفروض فازو ايه؟ دايليتور للنيتريك اوكسايد في غاز، اخد منه الكترون يبقى شكله كده. النيتريك اوكسايد من استخداماته في غاز المناعه بيبقى ايه؟ بكتيريو سايدر. هدف ثاني بكتيريو سايدر بيموت البكتيريا اللي بيتحول لفري بمساعده هيدروجين بروكسايد. تعال نشوف هيبتوميك ديتوكسي ايش؟ Yeah.
اول انزيم معايا هتخلص من ده ايه ده بقى؟ ده كان اسمه سوبر اوكسايد فري هستضع عصفورين لحجر واحد. مين الانزيم ده؟ ما هو ده اللي اسمه سوبر اوكسايد ديسموتيز. نسخه سيتوبلازمك عايزه كبر ونسخه مايتوكون عايزه منجنيز وزنك. نسخه سيتوبلازمك سي عايزه كبر سي كبر ومايتوكون عايزه منجنيز وزنك. بيعمل ايه؟ هو مش ده O2 وشال H واحدة؟ مش من ده المنظر؟ مش ده O2 مع H واحدة؟ من ده سوبر اوكسايد؟ بلاش كيمياء خالص. انا O2 شايل ايه؟ H واحدة. وهو زي احنا زي بعض برضو O2 شايل ايه؟ ياريت تشيل H واحدة. يبقى احنا زي بعض هيجي انزيم يخلطنا مع بعض اللي هو سوبر اوكسايد ديسميتيز. انا هبقى H2O2. انا هبقى ايه؟ H2O2. امال هو هيبقى ايه؟ O2 non toxic. حولته ل O2 non. يبقى لو احنا فعلا زي بعض O2 H1 O2 H1 الانزيم يخلطنا سوبر اوكسيد ديسميتيز انا هبقى H2O2 لسه وحش. هو هيبقى كويس طول عمره كويس. انا اللي وحش. انا هبقى مين بقى؟ وهو عايزين لسه نتخلص من مين؟ ارجو بس نعرف معلومتين عن الانزيم. ايه؟ اطفال حديث الولاده بالذات البريماتيور قبل ميعادهم الجين بيطلع انزيم قليل. اطفال حديث الولاده بالذات بريماتيور انزيم قليل الجين لسه مش نشط على الانزيم. اذا لو تعرضوا لاكسجين اندر هاي تنشن بسرعه يكونوهم فري من غير ما تخلصوا منها يعملوا هيمولايسيس يعملوا دامج في الدي ان اي وكانسر بعد كده لما يكبروا. مره ثانيه اطفال حديث الولاده ما يصحش اعرضهم ببيور اكسجين اندر هاي تنشن فور لونج تايم هيكون سوبر اوكسيد في راديكال من غير ما اقدر اعمله ديتوكسي. معلومة تانية على الانزيم. ايه؟ يقول لك في البكتيريا اللا هوائية، اصل سنة تالتة في نوع من البكتيريا. هوائية تعيش في وجود الاكسجين، طب ليه ما تموتش؟ عندها الانزيم. البكتيريا الهوائية تستحمل الاكسجين عندها الايه؟ بتخلص من سوبر اوكسيد فلاتيك لو اتكون. في بكتيريا لا هوائية كنت لسه بقول عليها في بين السنان. لو تعرض للاكسجين تموت، ليه تموت؟ ما تعرفش ما عندهاش انزيم، تخلصت منها. كنا احنا في الجيش واحد في خليج اسنان قال لنا بيضحكوا عليكم ولا المعجون مهم ولا حاجه الفرشه هي الاهم انك تكشف الاطراف بتاعت الجامز ترفعها فتكشف اللي تحت الجامز واطرافها للهواء الطلق البكتيريا تموت بالاكسجين عشان ما عندهاش سوبر اوكسايد ديسميوتيز عشان هيك عندها سوبر اوكسايد فري راديكال من غير ما تعمل ديتوكسي الجيش بيقول لك مش المعجون هو المهم الفرشه هي الاهم عشان تكشف اطراف الجامز اللي تحته للاكسجين تموت البكتيريا. عايزين نموت الهيدروجين بروكسايد ممكن نشوف انزيم كمان بس ممكن نسمي الانزيم ده انتي اوكسيدانت. انتي اوكسيدانت خلاص من فري ده. في انزيم لسه ما قلتش الجلوتاثيون بيروكسيديز. في واحد تاني بيستضع عصفورين بحجر واحد تاني اسمه الكاتاليز. مال الكاتاليز ازاي تخلص من اثنين هيدروكسيد في نفس واحد؟ اهو واحد هاكسده واشيل منه اتش تي. انا اسال سؤال لو شلت منه اتش تي يتفضل فيه؟ لا يتفضل هنا O2 نون توكس. اللي خدت منه اتش تي واكسدته O2 نون توكس. طب ازود الاتش تي واعمل ده ريدكشن اثنين ميه نون توكس. يعني انت واحد عملت له اوكسيديشن والتاني عملت له ريدكشن. واحد شلت الشيتين بقى O2 نون توكس، واحد زودت الشيتين بقى اثنين ميه عصفورين بحجر واحد. مش ده بتاع السنه الاولى في المعمل اللي هو كنت بحطه في الانبوبه هيدروجين بروكسايد؟ لا كنت بحط الكاتاليز اللي هو بتاع الخميره وردوا عليه هيدروجين بروكسايد يحصل فوران. كان تيست في سنه اولى. ومين بقى الغاز اللي طالع؟ مش كان تيست بيقول كده فوران في العملي؟ شوفوا وصل لحد في مشكله؟ نكمل. ما انا خدت واحد قديم برضه بيخلص الكاتاليز ده مهم في الاربسيز يمنع هيمولايسيس. الكاتاليز ده نشاطه مهم في الاربسيز يمنع ايه؟ هيمولايسيس. انا خدت واحد برضه زمان مهم في الاربسيز كان اسمه جلوتاثيون بيروكسي. ازاي يعني؟ ده هيدروجين بروكسايد له مصادر متجدده. ازاي احوله لاثنين ميه نان توكسيك
غير بقى الكتاليز. ازود اوتشيتين، ما هو 2 و2 مجموعهم كام؟ 4. مش اوتشيتين مجموعهم 4؟ من ترايبيتايد بيكون 3 امينو اسيد كان اسمه جلوتا ثايون. الاكتف جروب المجموعه النشطه اس اتش بيت الامينو اسيد اول حرف الجي. طب دي اوتشيتين ولا واحده؟ يبقى انا اجيب كام مول؟ 2 جلوتا ثايون. فاخد اوتشيتين احاول ارجع بروكسات من المايلان توكسيك. هيطلع جلوتا ثايون بيتشات ولا من غير؟ متكافئ الصلفه واحد ولا اثنين؟ دايسلفايد بوند. وده كان اسمه جلوتا ثايون بيروكسي ديز وعايز ميتال قليل في جسمي. هيعتبره سيلينيوم انتي اوكسيدنت برضه. سيلينيوم في الاكتف سايت. ثانيه واحده. طب ده لازم يرجع تاني؟ مش مهم يرجع، مش مهم ازاي؟ انت فرحان عشان خلصت من دي، صح؟ بقت ليه ميه؟ ما هجيلك واحده جديده. ما له مصادر متجددة، مش له مصادر متجددة؟ إذا جات لي واحدة والجلوتا ثايون بتاعي مش جاهز. الجلوتا ثايون متأكسد، يبقى هل أسيبه كده ولا لازم أرجعه زي ما كان؟ لأنه هيجي لي هيدروجين أوكسيد تانية، هتخلص من واحدة مش كفاية. هرجعه كما كان إزاي؟ أزوده الشات ريدكشن. مين الكونزانتا ريدكشن؟ هو ده الاستخدام مهم. الناد بي اتش يتحول الى ناد بي والانزيم اللي راجع جلوتا ثايون ريدكتيز اللي رايح اتخلص من بيروكسايد بيروكسيديز واللي راجع ريدكتيز انزيم. ومين ايه المصدر الرئيسي بتاع الناد بي اتش؟ ومين عنده اول خطوه بايظه في الباسواي؟ جي 6 بي دي ديفيشنسي. ففي انيميا الفول فالناد بي اتش يبقى قليل. الميكرو وجبة الفول تطلع له هيدروجين بروكسايد اتاك اوف هيموليسيس. دول كلهم اسمهم انتي اوكسيدنت فايتر، اسمهم انتي اوكسيدنت ايه؟ فايتر. اسف، انتي اوكسيدنت انزيمز. اللي عايز اقول وراهم انتي اوكسيدنت ايه بقى؟ فايتر. الانتي اوكسيدنت فيتامينز اي وسي واي. اي احسنهم ليه؟ فان السوليوت يتحشر وسط الليمت في بلاد فيزيبول ويخلص في فريدك اللي يمنع الاثرو. ايه ده يتحشر في بلاد فيزيبول ممبرين؟ ليبت سوليوت يتحشر في الريد بلاد سيل ممبرين. ريد بلاد سيل ممبرين يمنع هيموليسيس، بلاد فيزيبول يمنع اثرو سكليروسيس. وايه برضه فات سوليوت بس ايه احسن؟ سي ايبو ووتر سوليوت. دول اسمهم انتي اوكسيدنت فيتامينز. المفروض يشتغلوا ازاي؟ لو في فري راديكال كومباوند وعنده سنجل امبير دايركشن انا ازوده انذر الكترون يعني ريدكشن يعني يبقى نون فري راديكال. فيقول لك الاتي، خلي بالك ده هيفقد الكترون، ده هيفقد، ده هيفقد. يقول لك الاتي، معاك جرعات عاليه من فيتامينات دي المفروض في الاصل هم انتي ايه؟ اوكسيدانتس. جرعات العاليه في البحث ابحاث لقوها برو اوكسيدنت. يعني ايه برو؟ يعني ممكن تعمل تيشو دامج، يعني هي اللي هتبتدي تطلع فري راديكال. ما تستخدمش جرعات عاليه بالزياده، هتبقى برو اوكسيدنت. يعني انت لما تفقد الكترون نظريا لو انت فقدت الكترون عشان تتخلص من ده انت نفسك ممكن يكون عندك دلوقتي ايه؟ فري راديكال كومباوند. لما افقد الكترون انا نفسي يكون عندي دلوقتي فري راديكال كومباوند. فما تستخدمش جرعات عاليه برو اوكسيدنت. لو حبينا نجمع الانتي اوكسيدنت هما الاتي. الناس ما شاء الله قاعده نايمه ومفتحه عينيها طول القعده تذاكر وهاري نفسها الحقيقه. يا ريت ما تذاكرش شويه. انتي اوكسيدنت فيتامينز سوبر اوكسيد سينتيز كاتاليز جلوتا ثايون بيروكسيليز انتي اوكسيدنت انزيمز انتي اوكسيدنت فيتامينز اي سي اي. حاجات تانية يعني يقول لك مثلا سيلينيوم، هو سيلينيوم انتي اوكسيدنت؟ اه. انه بيساعد الجلوتا ثايون بيروكسي هتبقى في دواء في السوق مش هيديك الانزيم. الانزيم باي تايم يبوظ في الصيدليه متحوش فوق غفرين ولا حاجه، لكن هيديك السيلينيوم والسبستريت كده بينشط الجلوتا ثايون بيروكسي. دواء اسمه انتوكس سيلينيوم جلوتا ثايون. هل بتعالج مرض معين؟ هي بعمل وقايه من الاثروسكلروزس من الهيمولايسيس.
بوقاية بحسن عملية الايجين. يعني يسمون فيها بصفة عامة لوقاية من حالات مرضية الهيموليسيس أثيروسكليروزيس. عملية الايجين أحسنها، مش بطول عمره بس على الأقل بحسن وضع لإيه؟ خلايا نفس العمر بس خلايا حالتها أحسن. ثانية واحدة، وممكن يستخدم الأنتي أوكسيدانت كعامل عامل مساعد في علاج كانسر، بس مش عالجه، هو بس عامل مساعد لتحسين وضع الخلايا، عامل مساعد في علاج الأثرو هو مش هيعالجه، عامل مساعد في الديجنرتيف ديزيز في البرين، يعني مرض في البرين بيبوظ النيورون يعمل لها دامج، يبقى عامل مساعد في علاج بعض الايه الأمراض. ما هو مكتوب عندكم تجميع الأنتي أوكسيدانت غير بقى السيلينيوم شويه حاجات ثانيه، الكافيين يعني ممكن خالص الفري راديكال. طبعا المصادر الغنيه للفيتامينات دي هي بيتا كاروتين. بيتا كاروتين في ايه؟ ايه يبقى برضو انتي ايه اوكسيدانت، مصادر غنيه لهذه الفيتامينات هتبقى انتي ايه اوكسيدانت. وفي في الاخر عندكم علاقه ما بين الفري راديكال وحالات مرضيه، احنا قلنا اثرو سكليروز الايجنج بروسيس الكانسر الجنرال ديزيز البرين، واستخدام الانتي اوكسيدانت ساعتها بيحسن الوضع، بيعامل مساعد تحسين وضع الامراض ايه؟ اللي هي اخر صفحه عندكم اللي هي 14. هو مسميهم كلهم روس، روس اختصار كلمه رياكتيف اوشن سبيشيز، بلاي رول ان كانسر اثيروسكليروزز ايراديشن انجري ديجنريتيف نيورولوجيكال ديزيز روماتويد ارثرايتس اللي هي فري راديكال عند الجوينتس ايجينج والابلكيشنز of antioxidant vitamin E يمنع الاثرو سكليروز وقاية في الروماتويد اديله antioxidant vitamins تنار روماتويد في free radical الايجين اديله antioxidant vitamins الكانسر اديله حتى عتامة في حالة سلين كاتراكت اديله برضو antioxidant vitamins. وكان بس اخر مرة او اللي قبليها كان في شوية تعريفات كده احصائية تبع النيتريشن ممكن اقول مصارعة هنقفل على كده اللي اخدهم يروح مش انت قلت هتخلصوا ثلاثة الساعة كام؟ ما فاضل خمس دقايق، عايز يمشي يمشي باي باي، عايز يمشي باي باي. طبعا الحقيقة أنا شايف الأسئلة استناك لما تمشوا المكتوب ممسوح مطوشة؟ اه وريني كده اخر سطر مطوش. هو المثال الثالث بقى مره مثال على فيتامين سي اوفر دوز بروكسيدنت، ومره مثال على بيتا كاروتين، يبقى ناقص المثال بتاع الفيتامين اي. اكتبي بس زياده الفيتامين اي برو اوكسيدنت، فيتامين اي ان هاي كونسنتريشن برو اوكسيدنت. أمنية بلاش أمنية بس هقول كلمة. أنا كنت هزود ورق في كيسز، واحدة عن الويلسون بتاع الويلسون يعني مكتوب عندكم كويس، واحدة على بايتن ديفيشنسي. بايتن ديفيشنسي يأثر على إيه؟ بايتن كاربوكسيليز بايروبيك كاربوكسيليز وأستاتيك كاربوكسيليز بتاع الفاتح السنتس وبروبونايت كاربوكسيليز، فلقيت مكتوب عن بايتن كويسة يعني مش وحشة، مش هزود على اسئله بعد كده يعني مش هزود اسئله ثانيه. هو بس التعريفات دي تعريفات احصائيه اللي هي تبع النيوتريشن اللي هي عباره عن ثلاث حاجات او اربع حاجات. هما حاطين واحده اسمها طب شو الحاجات الثانيه القديمه ريكومندد ديلي الاونس. ريكومندد ديلي الاونس يعني اخد قد ايه كل يوم كربوهيدرات كل يوم، طبعا تعتمد على الايج والويت يعني تعتمد على حاجات تانية والاكتيفيتي، لكن عاملين في الاخر توصل لكام في المية هيلثي من غير ديزيز. اوصل للبوبيوليشن يعني بعمل ريكومندد الاونس للبوبيوليشن كبيرة الناس عددها كبير لشعب الجمهورية، اقول لهم خدوا كريم كل يوم قد ايه بروتين فيتامين اي فيتامين كده يعني، بحيث اوصل ل من 97 الى 98% هيلثي. مثلاً انت حته صغيره قوي ممكن ما يكونش هيلثي، ما هو في ناس عندهم امراض وراثيه ان راح يبقى عندهم مشاكل. يعني هنا الفود انتيك الدايت الانتيك او الفود ستاف اللي يوصلك
37% تبقى ايه؟ healthy population. فاضل في population قد ايه؟ 100% unhealthy. طيب مار ايه هو estimated year عندكم estimated ايه؟ average year اختصار كلمة؟ لما حافظ الاختصار ونسيت الاختصار ايه الحقيقي؟ estimated average inquiry ده لما يبقى امتى تعمليه؟ بعمله ده بيديكي الفود انتيك يخليكي 50% بس healthy. اظن ده رقم متدني جدا يعني ده ما يصحش نستنى عنه. لو احنا عند الاير لازم نزود الفود انتيك لحد ما نوصل لل RDA. الناس بيعملوا احصائيات في اطفال المدارس يعرفوا الطول والوزن يعرفوا البوبوليشن دي عايشه على ناحيه RDA وناحيه الاير تحت الاير يعني تحت مستوى ايه خط الفقر. احنا كويسين الحمد لله زي الفل احنا في السماء الحمد لله ان شاء الله احنا كويسين. فالخلاصه المفروض نبقى قايسين عارفين احنا مش عند الاير المفروض عند الايه الار دي ده كانه مستوى خط الفقر. لو ما عندكش احصاء كفايه عدد الناس وانواعهم متنوعه تعمل الار دي ولا تعمل الاير هتعمل حاجة البوبوليشن عدد صغير اللي قدامك سكس معين ايج معين يسموها ادكوت انتيك بتحاول برضو توصل للنورمال هيلثي لايف بس بايه بنور بوبوليشن عددها صغير لو ما عنديش احصاء كافية البوبوليشن كبيرة احسب الار دي احسب الاير فبحسب حاجة اسمها ادكوت انتيك هتلاقي جروب صغيرة بسكس معين بايج معين حسبت عليهم دول افيلبل عندي بسمي ساعتها ادكوت انتين. برضو عشان اوصل بنسبة عالية ايه هيلث. هل بقى الدنيا مفتوحة؟ هل لو اخدت كربوهيدرات مفتوحة مفيش مرض في الاخر اسمه اوبيسيتي او تايب 2 دايابيتس؟ هل لو اخدت ايريز مفتوحة مفيش اثيروسكلروسس؟ في امراض اللي فيها اسمها ابر ليفل ما تعديهوش. طبعا مش كل الفود ستاف محسوب له ابر ليفل يعني في ناس مشهورة لو زودتهم يحصل ادفيرس افكت ما تبقاش ديفيشنسي تبقى اوفرلود. كربوهيدرات obesity type 2 diabetes overload fats hyperglycemia atherosclerosis overdose toxic vitamins fat soluble vitamin overload of iron مش كان في مرض كده overload of copper ويلسون يبقى انا في حاجه اسمها upper ايه ليفل ما عديش الليفل ده هيحصل مشكله بل الاحصاء تقول لك يا ترى انت عند الاير لا حسن الاكل بتاعك وصلت الار دي ايه كويس انت كده مشيت صح عليت فوق الار upper ليفل لا يبقى انت ترجع مره ايه تنزل بتاعك هتلاقي كده شوية مسائل انت هنا لا عالي انت هنا كويس انت زودت فوق ده لا انزل مرة تانية هما حاطين ده بيقولوا ده يعني احصاء جديدة اللي هو دياتري ريكومندد انتيك دي تقريبا دياتري ريكومندد انتيك هو كاتبين جنبيها الفود انتيك اللي وصلك للنورمال هيلث بوبوليشن مش محددين نسبة يعني حاول اوصل ل 100% تقريبا معرفش ازاي يعني النورمال هيلث بوبوليشن مش محددين نسبة قوية يعني حاول اوصل لكام 100% محدش بيوصل 100% طبعا اللي هو الاحدث المفروض ده الايه هما في محاضره عاملين على ده اكس معرفش ليه بقى الكود كلها مليانه ار دي وده الاحدث بقى فود انتيك توصل للنورمال هيلثي بوبوليشن دي تعريفات مش اكتر بعد كده المسائل هي بتاعت العملي اللي هو الديلي ريكوايرمنتس والديلي انتيك واحسب الفرق ما بينهم مفيش شيء جديد يعني يعني خلاص لا انا بقول لكم بقى ايه انتوا المفروض ان شاء الله